Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère qu'on est au top, Inch'Allah. À mon côté, tout va bien, Alhamdulillah. Inch'Allah, fin de la vidéo, je vais vous donner trois choses. Pourquoi? Parce que trois choses vont vous aider beaucoup pour que vous ayez une préparation qui est très motivée, une préparation qui fait une continuation, qui vous donne une force dans ces deux mois qui vous restent. Il reste le signe, il reste environ le signe. على حسب الوقت اللي كتشوفي فيها هاد لا فيديو غادي نعطيك بعض لي كونساي اللي خصك ديريهم قبل ما تبداي لا بريباراسيون ديالك وغادي تضمن لا كونتينياسيون ديالك لان جاو عندي بزاف ديال لي ميساج كيقولوا لي بروفيسور كنحطوا بلان كنديروا بزاف ديال الاشياء مي ما كنستمروش لا موتيفاسيون اللي كتكون عندنا واحد النهار لغدا ما كنلقاوهاش باش تعطينا واحد الاستمراريه واحد الطاقه باش اننا نخدموا بلا ميم افور دونك اول حاجه خصني نقولها للحبيب ديالي ولا ثاني اول حاجه خصني نقولها للشريفه ديالي هو ان الا كان كيوقع لك مشكل ديال انك كتبداي اليوم بواحد لا موتيفاسيون ولا غدا هو علاش لانك ما عارفش راسك علاش انت كتبريباري لانك ما عارفش راسك علاش انت دوز هاد الريجيونال دونك الا طرحت السؤال على راسي وهذه اول حاجه اللي هي ضروريه وهذه الحاجه عبر التاريخ وعبر جميع الدراسات اللي كتاكد الابحاث ديال انك تحدد الهدف ديالك فهي واحد القيمه اضافيه للجهود ديالك اللي كتخلي تعطيك واحد الطاقه واحد لافور باش انك تستمر ضروري خصني نجلس مع راسي نجلس مع الذات ديالي باش نقول انا شنو خصني من الريجيونال شحال بغيت نجيب شنو هما الافاق اللي غادي يفتح لي الريجيونال فاش غادي نحط واحد لوبجيكتيف اللي قدامي انا غادي نجيب 16 غادي نجيب 18 وغادي تكون نقطه ديال التغيير بالنسبه لك علاش لانك استطعتي تجلس مع الذات ديالك استطعتي تجلس مع راسك وتقرر شنو خصك انت من الريجيونال دونك نقبض ورقه وستيلو ونحدد الهدف ديالي نعطي لراسي 15 دقيقه 20 دقيقه 30 دقيقه الا قدر الله حتى ساعه نجلس كنفكر مع راسي نعطي وجهي للحيط نبدا نتكلم مع الذات ديالي ونعرف لي بوين فور اللي عندي في داك لوبجيكتيف اللي غادي نحط غادي نقبض ورقه وستيلو ونكتب داك الشيء اللي انا باغي نحققه من الريجيونال اول حاجه نحدد الهدف ديالي نعرف راسي ليش انا غادي نفيق مع 7 الصباح نعرف راسي انا علاش غادي نقصر الليل ونفيق ابونور باش نبدا نخدم نعرف راسي فين دياني هاد الشهرين ونعرف القيمه اللي غادي تعطيني ولا فالور اجوتي ان شاء الله العام الجاي في الوطني وعلاش لا باش نبدا واحد الباك بالمونسيون حددت لوبجيكتيف ديالي حطيت انني غادي نجيب 18 غادي نجيب 17 غادي نجيب 16 ما كافياش هاد الخطوه ضروري خصك تزيد معاها الحبيب خصك تزيدي معاها لالا الخطوه ثانية شنو هي الخطوة الثانية هو نعرف راسي علاش بغيت نحقق داك لوبجيكتيف النهار الاول بغيت في الخطوة الاولى بغيت نعرف علاش كنخدم انا الريجيونال حددت واحد الهدف دابا غادي نجلس مع راسي هذا الهدف علاش انا باغي نحققو نحط له واحد الخمسة الاسباب المينيموم ونقول علاش انا بغيت نجيب 16 ونكتب لانني باغي العام الجاي ناخذ مونسيون وباش انا نلتحق بواحد لانستيتيو اللي هو عالي في الدوله وباش تكون عندي واحد الوظيفه مزيانه نحط عده اسباب هاد الاسباب هادو كيتسموا الدوافع وهي الحاجه اللي غتخليك تكون فيك النعاس وتبدا خدام هي الحاجه اللي غتخليك تستمر وهنا الدافع واحد الحاجه اللي كتحفزني باش انني نخدم وبزاف ديال التلامذ كيقولوا لي استاذ حنا ما عندناش لا موتيفاسيون علاش ما عندكش دافع ما عندكش حاجه تزيدك للقدام خلي عندك واحد الدافع اللي من اجله كتفيق في الصباح يعني لوبجيكتيف اللي هو الاول غادي نجيب 18 17 باش العام الجاي ان شاء الله غادي نرتاح باش نلتحق باش تكون عندي فرصه باش نلتحق بواحد المعهد باش نلبي الرغبات ديال الوالدين ديالي باش نهزهم من داك من داك من داك المجتمع الهش اللي عايشين فيه داك المجتمع الفقير والدينا تعذبوا على ولدنا باش وصلونا لهذه المرتبه اللي حنا فيها والديك هما اللي شراو لك جو بونس هاد التليفون اللي كتشوفني منه او هاد البيسي اللي كتشوفني منه دونك تعبوا خصنا نردوا لهم بزاف ديال الاشياء واخا هكاك ما غادوش نكونوا وفينا القدر ديالهم دونك الحاجه الاولى نحدد لوبجيكتيف ديالي الحاجه الثانيه نعرف راسي علاش غادي انا نحقق داك لوبجيكتيف وداك لوبجيكتيف قلت لك قبل ورقه السير واحد له خمسه ديال الاسباب دونك هضرت على واحد الحوايج اللي بزاف ديال الناس ما كيكونوش كيديروهم وغنهضر على الحاجه الثالثه مي كلنا كنديروا هذه الحاجه الثالثه ولكن الحاجه اللي غادي نزيد هي انك ما كتبداش تخطط
دونك واخا بلا ما تستغربش، ما غاديش نقول لك شي حاجه صعيبه ولا شي حاجه. حطينا اوبجيكتيف، حطينا له اسباب علاش بغينا نحققوا داك الاوبجيكتيف. دونك شنو ناقص؟ خصني السعي، خصني نبدا نخدم، خصني نبدا نبريباري، خصني نبدا نحفظ، خصني نبدا نفهم لي غومون ديالي، خصني نبدا ندير حصص اضافيه للدرس ديالي في اللغه الفرنسيه باش نزيد نفهمها، نزيد نفهم لا كونجيغيزون، نزيد نفهم لا غرامير، نمشي نقلب على لي فيغور دو سي مع عاداتي. هنا خصك الحاجه اللي مهمه هو انك تخطط للنهار ديالك. دونك غادي تحط واحد المنظومه، غادي تحط واحد لا بروغراماسيون، غادي تحط واحد البلانينغ اللي كنسميه انا التخطيط، من اجل انك تحقق لوبجيكتيف ديالك. كيفاش غادي نحقق لوبجيكتيف ديالي؟ خصني ندير بروغرام يومي، خصني ندير بروغرام اسبوعي، خصني نعرف كيفاش ندير نستغل هاد السينيوم اللي باقي لي من العمر ديال الجهاوي. دونك ثلاثه الحويجات اللي ما كنتيش مازال ما درتيهمش ضروري خصك ديرهم. حدد لوبجيكتيف ديالك وعرف راسك علاش غادي تدوز للريجيونال. الحاجه الثانيه خصك تقول وتسول راسك علاش، لان هذه كتعطيك واحد الطاقه وواحد الدفعه، لانك النهار اللي غادي تطيح وما تقدرش تكمل غتفكر انا بغيت نصيفط امي للحج، انا بغيت نصيفط الوالد وتا هو نفرحه ونسافر به، بغيت نشري طوموبيل مزيانه وهذه فرصه زوينه، لان الجهاوي الدراري راه عنده بزاف ديال لي زافونتاج بالنسبه لكم في المستقبل. غير باش ناكد عليكم الحاجه الثالثه هو انني ندير بروغرام، هو انني ندير بلانينغ، ندير تخطيط للدرس ديالي. الا كانت ماتش ديال كره القدم اللي كيدوز 90 دقيقه 94 دقيقه والمدرب كيبقى اسبوع باش كيخطط ليه وكيدير له تخطيط، كيسهل التخطيط وحياتك ما تنساش التخطيط. السينيوم غادي تفيدك وغادي تعطيك واحد المستقبل مهني زاهر، ما تنساش مني نخطط ليها. دونك ما تنساش هاد ثلاثه الحويجات. الى عندك شي سؤال خلي لي في الكومونتير او تواصل معايا في الانستغرام، وهنا معك يلا اخوتي. تبارك الله عليكم، خليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.